نبهوا الحجاري ولا ولهم تاتورا بتاع المبارك هذه كنت لونه فيهم هذا. وش الاذاعه تاعي يا اذاعه تاعكم شنو؟ اذاعه عليك غلاء الاسعار ولا شنو؟ المال شنو؟ تو حق صوت قليل بعدين. احنا كمشتركين التوي اثر فينا ارتفاع الدولار بحيث احنا كنا نشتركه بجيجات عاليه لكن تو اضطرينا ننزلوا الجيجات باش نوفوا بالاسعار الغاليه فتعتبر مشكله ليا وللمواطن بالاسعار الغاليه وسرعه النت كيف انخفضت عن سابق فولا النت بطيء. كيف؟ اصطابوا طابور يصير بالطابور. طابور ما لا حسيت ان الله يدميش. خلاص. صبوك. طول. يا ربي احسن كسرك على الصور بس تقعد اللي بيك. ها؟ تم ضعف التوي بسبب ارتفاع سعر الدولار الى 6.7 جنيه. كان الدولار كان التوي ايام كان الدولار ب 3 جنيه و 4 جنيه كان النت 100. تم ارتفاع الدولار الى 6.7 كان النت ضعيف 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 جدا. تم اثر على المواطنين واثر على اماكن حكوميه اماكن مصالح حكوميه.